جينا اليوم نحضر جلسات القانون الأساسي. احنا النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، نحن مستائين من هذا القانون هذايا. ما عجبناش، واش تقدر تقول باللي كل حاجة راهي واجدة ورانا يمليو علينا، ما فهمنا والو. كي وصلنا للمشرف التربوي شفناه بلي انحقر. المشرف التربوي ما كان لا افاق ترقيه لا توظيف لا والو. يعني مثل باقي الاسابيع والايام تلقينا كذلك دعوه لهذا الاسبوع من اجل حضور اشغال مناقشه ملف القانون الخاص والمشروع الذي تقدمت به اللجنه التقنيه المنصبه من العام الماضي 25 اكتوبر. الان في الحقيقه الوتيره التي تعمل بها يعني هذه اللجنه لحد الان هي وتيره مقبوله جدا. نحن الان ربما دعونا نقول انه في اخر ربما الجلسات التي تمهد لصدور مشروع القانون الخاص. في الحقيقة هناك مجموعة من التحفظات حول القانون، مجموعة من الملاحظات ومجموعة من الأمور التي كان لابد من الإشارة إليها وقد أشرنا إليها. نحن نثمن هذه العملية اللي جت بعد قرار السيد رئيس الجمهورية. طبعا موظفي المخابر لم ندخل بعد سلك موظفي المخابر، والمدخل القانون الأساسي فيه مواد تم إنصاف هذه الفئة اللي هي فئة متضررة والتي أصابها إجحاف، وننتظر تحقيق مطالب هذه الفئة. كنا حاضرين كل جلسات لمدة 3 أشهر متتالية. لحد الساعة رانا راح ندخلوا باب سلك مستشاري التربية، وننتظر دخول سلك موظفي المخابر بعد هذه الجلسة بإذن الله. في هذه اللجنة يعني المشروع والمسودة نتاع الوزارة بدأت ترى النور رويدا رويدا، وفيها مقترحات، بعض المقترحات نقبت، ما نقولش كل مقترحات، وبالتالي فاليوم نحن بصدد إلقاء نظرة على مشروع الوزارة وليس مشروع نقابتي، وهذا يعني الشيء لازم نوضحه للرأي العام. منذ صدور القانون الأساسي 240/12 أصبحت رتبته أقل من مساعد مدير، يعني تهميش إجحاف، يعني عانينا بإجحاف يعني لا مثيل له منذ صدور هذا القانون. بين مجموعة من النقابات انسحبت من اللجنة التقنية التي المهتمة بالملف، ولكن الغايب حجة معاه الوزارة أو اللجنة الوزارية ما تستناش، والنظام الداخلي للجنة يقول بلي مهما يكون العدد مهما يكون الحضور اللجنة تجتمع وتواصل أشغالها.